مستر فيريرا النهارده اختار قائمة الزمالك، دخلوا معسكر عشان مباراة بكرة. محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى، محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري، حمزة المسلوسي، فتوح وعبد الله جمعة، أشرف رؤى وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، إمام عاشور، أوباما، سيد نيمار، سيف فاروق جعفر، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سامسون إكينولا، ويوسف أسامة نبيه، وسيف الجزيري. دي قائمة الزمالك. في بعض اللعيبة خرجت من القايمة بتاعت الزمالك زي عمر جابر، جاله شد في العضلة الخلفية، يوسف حسن برضو عنده كدمة كده في أنكل القدم، مصطفى شلبي لسه كان مصاب ولسه ما جهزش بشكل كامل، وبرضو إبراهيم انضاي لسه بيتعالج ولسه بيخوض البرنامج التأهيلي، ومحمد عبد الشافي برضو خارج قائمة مباراة بكرة بالنسبة للزمالك.